السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل نبدأ جماعة الخير تنسون لايك والاشتراك الله يرضى عليكم. طبعا لا تدقون على الضرس انه مرم شوي شباب ومع ذلك اصور لكم مقطع بس اشترك الله يرضى وافي والله العظيم اشترك صلوا على النبي اللهم صل على محمد. اليوم يا جماعة الخير جبت ناصر ما يدري ايش يطلب منه. قال لي ناصر تعال صور مقطع جلسني جلسني سلسلة تحدي الكاب اذا فاز علي ناصر بيشيل الكاب باذن الله واذا ما فاز عاد الله اشترك. اليوم ضمن السلسلة ايش معلمت انه ضمن السلسلة والله العظيم انه ضمن السلسلة. ركز معي يا ناصر تحدي المعلومات اعطيك ثلاث معلومات واحدة كذب ثلاث معلومات ثلاثين صدق واحدة كذب يا سلام عليك. اوكي اول شيء نبدا بالدول تبدا انا ولا انت؟ حجر رقم قص يلا حجر رقم قص حجر رقم قص ناصر الصين. اوكي الصين هذه بيتها معروفه الصين نعرفها ايوه ذولا تدري ان انه ممنوع عندهم اليوتيوب والفيسبوك والتويتر والبرامج هذه كلها اللي عندنا ممنوع عندهم صحيح المعلومه انا ما ادري هذه معلومه صحيح انا ما ادري هذه معلومتي اعطي معلوماتك تدري تعرف دوله النمسا طبعا اكيد صح معروف. دوله النمسا معروفه دوله تحياتي اللي يتابعون النمسا الشقر تدري ان في دوله النمسا ممنوع تاكل ايس كريم قدام البنك الايس كريم قدام البنك ممنوع 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 وش اللي يربط طيب ممنوع تلحس ايس كريم قدام البنك ممنوع ممتاز ما عندك مشكله باليابان زياده الوزن زودت الوزن يعتبر جريمة تتعاقب عليها تخيل بس انك تزود وزن على اي شيء ابراهيم لو انه ياباني اكل طيب خذ المعلومة هذه تفضل اذا انت الان سويسري مو بس كذا اذا كنت سويسري ومن العائلة الحاكمة الاسرة الحاكمة لدولة سويسرا هل تدري انك تولد على الدنيا ومعك شركتين بقيمة 3 مليون الله تولد يعني اول ما اطلع الدنيا ضامن اي معك شركتين خلاص انت مدير عندك شركات وذا معك قيمتها السوقية 3 مليون الشركتين هذه يمه بس لازم تكون الاسرة المالكة سويسري مجحلط لا تكتب لا 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 ممتاز ممتاز تدري يا ناصر بامريكا موجود 60 صاروخ نووي 60 60 صاروخ نووي بامريكا الان حاليا يفجرون انا ادري ما المريخ خذ المعلومه عندك ذي تعرف دوله ايرلندا ايوه طيب تعرف ان دوله ايرلندا ممنوع تشوي الخمر قدام البقر اوه شفت الخمر ايوه الخمر الخمر يشربون يسكرون ممنوع تشويبه قدام البقر ليه اسألهم يقول لي ليه؟ خلصت ثلاث معلومات وانت خلصت اعطني المعلومه الخطأ اللي انا قلت لك اذكركم معلومات اللي هي حقت واحده حقت امريكا 60 صاروخ ايه؟ واحده حقت اليابان ممنوع يصير فيها دب يا سلام حقت الصين اللي هي اللي هي ممنوعين كل شيء يا سلام عليك وش الصح؟ الخطا عفوا شوف الصين صح ما ادري الصين صح متاكد من المعلومه هذه 100% اوكي؟ حلو الشيء الثاني الا وهو حقت اليابان كأني قد سمعت المعلومة هذه والله كأني ما أدري صراحة أمريكا أمريكا يا ولد أمريكا أمريكا ما تستبعد إن عندهم هالصواريخ النووية بس أنا بقول لك إن اليابان غلط وأمريكا والصين صح أمريكا والصين صح إيه خطأ لا 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 الله خطأ أمريكا خطأ كيس النووي مستحيل أنت قبضتني بداية اللهم واحد صفر الحين عندك وش واحدة حق تشوي الخمر حق ايرلندا أيوه. قدام البقر والثانية حق اللي هي الأسرة المالكة السويسرية اللي هي تولد مع كذا الثالثة اللي هي حق النمسا ممنوع تاكل ايس كريم قدام البنك شوف في اثنين أو واحد منها كيس اني الحس ايس كريم قدام البنك هذه ممنوع هذه ما في ترابط واني اشوي الخمر قدام بقرة ممنوع اسألهم هم الدول دول دول والله العظيم انا اقول لك فلذلك انا اشوف انه تلحس ايس كريم عند البنك هذا كيس ما له دخل والله العشف انا قرأت المعلومة صراحة قلت كيس ايوه طلعت صدق يا ولد عساك بالله والله صدق يعني ممنوع الايس كريم ايس كريم قدام البنك تخسر فلوس تخاف من البرودة يمكن عنده فلوس تخاف من البرودة شو تخاف من البرودة؟ اسأل امس الحاج احد والله هذا اسأل امس والله والله اذا كان الله. في شيء ولا شيء غلط يا اخوان والله يتحملها والله ما ندري والله يتحملها بس طلعت لي المعلومه هذه صحيحه يعني الحين خطا علي خطا علي يعني صفر 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 والله اني ماني مرتاح للضيف هذا يا جماعه الخير تبي اجلطك اصدم عيشتك اتوقع وش اللي صحيحه منهم وش حق تشوي الخمر صحيحه وحق الايس كريم صحيحه بعد الغلط حق السويس اللي واحد يولد مع 3 مليون يا ولد بدقيق وشلون ممنوع قدام البقر يا ويلي يمكن البقر تشم الريحه وتسكر بدل تطلع لبن ما تطلع حليب طيب الان يا ناصر دام الوضع صفر صفر اوكي نبدا بالحيوانات
بالحيوانات. بعد لعبة الحيوانات. يلا بسم الله. عرفهم كثير. تدري إن الحشرات بشكل عام 380,000 نوع. 380,000 نوع من الحشرات. 380,000 نوع. إيه نعم. هذه معلومتي الأولى. أعطني معلومتك. طيب. شفت السلحفاة؟ تدري إنها تقدر تشيل فوق بيتها، شفت بيتها؟ تقدر تشيل فوقها 3 طن. والله. ما ينكسر. ما ينكسر. 3 طن. 3 طن. تحمل ظهر السلحفاة، بيت السلحفاة يتحمل 3 طن. أوه. ثلاثة طن يعني شيء كبير مرة. ثلاثة طن يعني لو تمر تريلا فوق السلحفة ما يتنكسر بيتها. صح الله. تعبان جماعة الخير، اشتراك الله يرضى عليك. هل تعلم أن الفيلة من فصيلة الثدييات هي الوحيدة اللي ما تقدر تنقز من كبر جسمها؟ أوكي. الحيوان الوحيد اللي ما يقدر ينقز من ضخامته. أوكي. تفضل عطني. خذ المعلومة هذه. هل تعلم عزيزي رائد، تعرف الغربان؟ هل تعلم أن البشر صدق غربان؟ طيب. حط صوت الغربان بلاش في ناس ولا؟ صادق. هذا طبعا أبسط حيوان. أوسخ طائر. أسلم. طيب اسمع، هل تعلم الحيوان هذا يجوز ذبحه يا جماعة الخير بعد؟ هل تعلم عزيزي رائد وعزيزي المشاهدين أن الغربان تستطيع حل الألغاز؟ وزيدك من الشعر أبيات ما هو ببيت، أنها تخطط لمهمتها الجاية وتدرسها قبل ما تسويها. والله تخطط. أبو ريح هذا الطير الوصف. يخطط مثلا والله يبي يزرف كاب رايد، يخطط وشلون يزرفه. يخطط. والله أنه يخطط. ذا بارد وجه. تدري أن الإنسان ليش الإنسان ما يجي يوقف كذا الإنسان؟ لا ما عليه. تدري أن الإنسان صح أنهى 50% من حيوانات العالم؟ 50% من الحيوانات الموجودة بالعالم أنهى الإنسان. الإنسان تبعها إيه؟ يهب وجهه. 50% هذه معلومتي أنا، وعطني معلومات. تعرف الأخطبوط؟ الحين أقدر أقول كذا الأخطبوط. أيوة أيوة أيوة. هل تعلم عزيزي رائد أن الأخطبوط يستطيع قطع يده ثم تنمو من جديد؟ يعني يقطع يده تطلع. طيب. يلا عطني من الثلاث معلومات الخاطئة أي معلومة صح؟ قلت لك واحدة حقت الأخطبوط، واحدة حقت الغربان، واحدة حقت بيت السلحفاة. الغربان ممكن. قلت لك إنه هو اللي من علم الإنسان الدفن. الغراب هو اللي علم الإنسان كيف يدفن. صح. ممكن هذا غراب. ممكن إيه ممكن. ممكن ذكي. أنا ليش أساعده؟ أي صصر. ليش أساعد؟ ليش أساعد؟ أنا ذكي. اسمع هو ذكي غراب. لكن السلحفات يستحمل 3 طن. يعني تريلا تمشي على ظهره ما ينكسر. طيب تدري تبغى يجلط كم قوة الضبع إذا جاي؟ كم قوته؟ 1.8 إذا جاي يعرف الضبع وقفك في العالم. أجي شوف شوف شوف، أنا ممكن أصدق بالسلحفات. أما الأخطبوط إنه ينقص ويطلع من جديد، لا هذا هذا فيلم، هذا سي 3 يطلع. فالأخطبوط هو الخطأ. غلط. أسألك بالله. إي والله العظيم. السلحفاة هي اللي غلط. يا الله والله 3 طن ما ينكسر. ذكرني. أنا أعلمك. الفيل انه ما يقدر ينقز منه. هذا صح. الانسان ذبح 50% من الحيوانات. والاول اللي هو الحشرات 380,000 نوع، واحده منها خطا. وش هي؟ الانسان. الانسان وشو؟ قلت 50%. الانسان؟ ايه. يا ولي يا ناصر. طيب ناصر، اليوم عندنا تاريخ. الان عندنا تاريخ. اي نعم. الحمد لله. خذ اول معلومه مني. يلا. عن التاريخ. تدري ان مصر، اوكي مصر ام الدنيا، ما غيرت اسمها على مر العصور؟ نفس الاسم ما تغير اسمها ابدا. ما غيرت اسمها ابدا، ولا حتى ايجيبت ابدا. مصر كلمه مصر. هل تعلم ان كانت هنالك دوله في احدى العصور حكمتها امراه، وهذه المراه امرت بامر يطبق في الدوله؟ وش الامر؟ انها تطرد جميع الرجال، ما يبقون النساء في هذه الدوله فقط. أوه. وتم الامر طرد جميع النساء. طرد جميع الرجال عفوا. وقعدوا بس النساء فقط، دوله للنساء. تدري ان الفراعنه تشيل المصايب. تدري ان الفراعنه كانوا يستخدمون الحجر مخده، وكان من النص منحني. منحني كذا الحجر منحني من النص مخده. ايوه هذول الفراعنه قبل. والحين نمونا لقد نسليب هاي. عزي رائد، بتسمعني دولة إسبرطة؟ ايوه. إسبرطة هذه دولة في أحد العصور، ما أدري أي عصر وأي عهد ذاك، لكن كانت دولة غنية لدرجة أن ما حد فيها يحتاج الشيء. والله ما حد يشتغل. عطلين باطلين، جيهم الدراهم عندهم في الجيب يلوتون لعيالهم دراهم. والله ما في متأحس.
ان شاء الله من مصر بس هالشيء. مو مصر. مصر. تدري قبل اللي يشرب خمر يشربونه حميم النار ذا لما يموت، وهذا يسمى من العذاب تهذيب. قبل؟ إيه اللي يشرب خمر. ولا في جهنم؟ لا لا لا. قبل. رد كم التاريخ قبل؟ زمان. أيوة اللي يشرب يشربونه الحميم من النار ذا. لافا زي اللافا حق. يا سلام عليك سم لما يموت، وهذا يسمى نوع من أنواع العذاب عندهم. تعرف الإعدام؟ زي بعرف. الإعدام كل دول وعلى كل حقبة زمنية يبدو يكون عندهم وسائل الإعدام. ممتاز. طيب تدري إن أول وسيلة إعدام في العالم كانت عن طريق السم؟ والله. أول يعني بيعدمك ما يقصك ولا. ما يقصك ولا يطعنك لا يرميك بسهام ولا يجي فيك. سم. سم. تأكل تموت على طول. سم تشربها تموت على طول. يلا عطني المعلومة. نبدأ نجاوب. إيه نبدأ نجاوب. بس الخطأ. طيب عندي أول واحدة قلت لك حقت النساء دولة إنه مع حكمة طردت كل الرجال. الثانية اللي هي دولة إسبرطة إنها كانت غنية الدولة هذه لدرجة إن ما حد يحتاج الشغل. الثالثة اللي هي طريق أول طريقة إعدام في التاريخ اللي هي السم. فوش اللي تقول غلط منها أستاذ رايد؟ أنا أشوف إنه المرض ذي. المرة اللي كرشت سنتك كرشت رجال كل كأنها عنصرية مرة ضد الرجال ما تبيها ولا ما تبي ضرب. سنتك كرشت رجال يا ولد مرة. أحسن هذا كيس. هذا كيس. يمكن طيب حقة ال يمكن بسرقون هذا كيس لا من القهر والله ياس قهر قهر صدق شلون يا أخي تكرشهم يلا 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 رجال يلا يلا طيب المعلومات اللي عندك الآن المعلومات اللي عندي أنا حقة براعي اللي يحطون هذه مخدة ومصر إنه ما غيرت اسمها على مر العصور ما غيرت اسمها مصر والثالثة اللي نار الحميم طيب حقة مصر اللي ما غيرت اسمها هذه أتوقع أنها أكيد 100% لأن جميع كل القصص والأنبياء والرسل صلى الله عليهم يعني ذكروا إيه ذكروا إنه كان اسمها مصر يعني معروف هذا شيء معروف أتوقع ثانيا اللي هي فراعنة مخدة برضو مصاري مخدة ذي ينمون على الحجر ينمون على الحجر مخدة يحطونها مخدة إيه مخدة ينمون فيها والثالثة وش هي حقت الشراب إيه خمر والسم هذا نوع تأديب أنا أتأديب ممكن زمان يعني صار يعني كانوا يعذبون فيها ما استبعد ولكن الفراعنة على ما كثر ما هم كانوا متمردين معقولة بينامون على الحجر ما أدري والفراعنة كلهم متمردين ولا فرعون لحاله ولا من ولكن كانوا أغنياء كانوا يكدون على مصر كد اللي في الإسرائيليين اللي فيها فأكيد إنهم يعني تقريبا بيقولوا لهم مصلعون إن مخدات شيء كويس إنهم عليها ما توقع إنهم يقربون ينامون على حجر فأنا أقول هذه سالفة مخدة كيس مرة خطأ أقسم بالله خطأ طيب. لا الكذب الخمر والله من السم قبل الخمر عادي يسمون عادي مرة صح ايوه يس ما فزت انا تعادل واحد واحد طيب كان بيشال اليوم يعني بيشال بإذن الله تعالى لازم فاصلة معلومتين الكورة عشان فاصلة ها يب اوكي طيب بإذن الله بيشال كابلي بإذن الله تعالى تفضل طيب هل تعلم أقدم كورة عمرها أكثر من 400 سنة ومصنوعة من جلد البقر وجلد الخنزير. والله وش الكورة ذي؟ هذه كورة كانوا يلعبون بها جدي وجدك. يا ساتر. أساس الرجل. ممتاز. خذ مني المعلومة هذه. يلا. تدري إنه قبل الكورة كانت ممنوعة. ممنوعة. أبغى الكورة لا ممنوع. لا. لا يبغى ذكرني بالجيران يا رجال. كانت ممنوعة. هذا شكل جدك. هذه معلومتي. عطني معلومات. طيب. الثانية والأخيرة. المعلومة الثانية والأخيرة. هل تعلم أن دروغبا تعرف دروغبا لاعب تشيلسي زمان؟ اسمه. هل تعلم أن دروغبا في غابات أفريقيا كان مربي حيوانات مربي أسود قبل ما ينتقل لاحتراف كرة القدم؟ لاعب دروغبا. مربي أسود. والله. والله العظيم يدق رقبة ذا دروغبا. دروغبا. شفت دروغبا اللي في كراش؟ ايه ترى ماخذينه منه مقتبسين عنه انه كان ياخذ من هذاك برتقا مو برد ولد عم ولد عم طيب خذ معلومتي الثانية يلا اول فريق عربي او اول نادي عربي يوصل الى نهائي كاس العالم هو للاندية الاهلي المصري عام 2013 وش المعلومة الكلبية؟ انه الاهلي المصري او انه كرة القدم ممنوع قبل موضوع كرة القدم صراحة ما دخل راسي أبداً يعني كانت ممنوعة بس الأهلي المصري ممكن 13 وقتها ما كنت صراحة مهتم مرة بالكورة يعني برا كنت ممكن كرة سعودية ممتاز ممكن الأهلي المصري سيت عالي أتوقع أنه صراحة أما كرة القدم ممنوعة متى؟ قبل دي أول البدايات كانت ممنوعة ولكن ممكن يمنعها هذه سوق الجنة هذه يعني مش الخطأ لا كرة القدم
اسالك اقسم بالله صح كان ممنوع بعدين مو بالاهلي اللي وصل فريق الرجل البيضاوي المغربي هو اول نادي اي والله اللي كنت سمعت على هذا يس ايش قلت انت ان دروجبا والثاني مين عندك اول شيء دروجبا عن دروجبا قبل ما يحترف كره القدم كان في ايوه كان في فريق الجنوبيه كان محميه حيوانات وكان يهتم في الحيوانات وما الى ذلك المعلومه الثانيه ان قديما سابقا او ان اول كره قدم صنعت كانت قبل اكثر من 400 سنه وكانت مصنوعه من جلد البقر وجلد الخنزير هذه حسنا صح اما دروجبا يربي اسود كيس ما تشوفه كان ما تشوفه كيف في الملعب كان اسد ايوه صاد صاد كان اسد بس لو انه يربي اسود كان طلع بالسوشيال ميديا الان معاه اسود كذا وانا مره شفت له ولا انا شفت مقطع الاخير لا 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 ما شفته مقطع اخير تشرب ما شفتوه اخوان لا لا انا ما شفته ما شافه هذه كيس حق دروجبا كذا يا رجال اي والله العظيم يا رجال طيب وصار تعادل شيل الكاب شيل الكاب بالذمه والله العظيم اللي كذب يس يا صلاة عندي لا تنسون الله يطلع